كلها؟ اه اوكي انا يبقى انا احنا كنا مستقبلها فين؟ وما بتاخرش بالله. لا انا عندي الشعر هتلاقيني هنا سريع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب انتوا وصلتوا كتير قوي كده؟ جالوك على قعدتوا طول؟ كتير؟ ايوه احنا جبنا 3 اهرامات من الجيزه، جمعنا جمعنا لوكش حلوه خوف وخاف. استنى انا بدي ارجع على طول. ابراهيم راح يسجل ولا ايه؟ البريك. ثلاث أهرامات. هو كان ناقص واحد؟ لا اتنين بس. اتنين بس؟ الورد بيقول ان انت ممكن يكون في اتنين في الخمسة دول كمان، لا يعني يا عم، خمسة اللي لا بره يا عم، مش والخمسة اللي الدرجات دي يا جوه. عم، هتلاقي واحد جوه خلاص يا عم. المفروض ان الباب ده لسه مفتوح. ماشي، ده باب جديد. ماشي. اه بس احنا هنا بقى، ايه ده، ايه اللي في الحيطة ده؟ انت اللي بتبص لها بالعين ال كلام مهبل كده ملوش لازمة. طب بص كده بالعدسة. لا هي مش وصل لها كهرباء لسه اصلا، لازم نوصل الكهرباء. فين الصوت؟ انا لغيه. استنى كده، تقفل الصوت. عشان انا عامل شير السكرين الصوت مش طالع. طيب مش مهم مش مهم. لا ما هو في الماوس ايه اهم الصراحه، الماوس اهم. بس اللعبه كده ما فيهاش حياه يا عم، هتقعد تظبط دقايق؟ يا عم، تقعد يا عم. مش هينفع، مش هينفع. قرب كده. بس اكيد. ايه اللي الحاجات السهله دي؟ اكيد طبعا بعديها فيها خازوق يعني. لا احنا هنظبطها عشان نيجي من هنا بقى نفتح. انت عارف حاجه تفتح بيها اصلا؟ ايه ده؟ ما فين مفتاح؟ اه شفت بقى؟ ماشي. فين المفتاح بقى نفسه؟ من ورا نفسه احنا فاهمين. اللتش اللي تحت احنا اخر مرة كنا واقفين فين؟ بس عند ده أوضة جديدة. الأوضة. اه الأوضة الجديدة اه لسه ان داخلين. احنا هنخش أوضة جديدة بالظبط. ماشي، احنا تقريبا كده لسه في نفس الأوضة بالميكروفون ده. ماشي في حاجة هناك؟ في حاجة هناك؟ في الأثريات دي مثلا ما فيش حد رامي حاجة بتاع؟ ايه ده، ماشي ايه بص. اللي على الشمال ده يا عم؟ ايه اللي على الشمال ده؟ اهو قدامك ده، ايه ده؟ اسمه سيم بات ازنت باور اب. بس ده ستيم مش كهرباء. ميتال اوبجكت يا شبهها صدق. دي مش معمولة، مش مرمية على الوجه الصح اه والعادي مش كان لازم فارقة. نلفها. لا ما في واحدة تحت. عدس. عايزين ايه؟ اوبا بنسل صب ايه ده؟ انت بتشكلها؟ لول انت بتشكلها؟ انت ايه ده؟ عايزين بتشكله عادي، تحط هناك بتعمل له ديفورم. طب عايزين اه نشكلها ايه؟ نشكلها ايه؟ ده ما طلعش عايزين متر. تشكلها على شكل حاجة، على شكل مفتاح. طب ولما دوست هناك بترابيه ده رجعت مثلا ده لكام؟ مفتاح. عايزين ايه اصلا؟ احنا عندنا كذا حتة. ايه ده؟
ايه شوف للفول حاجة. عندنا احنا عندنا حاجات مقفولة، وعندنا ال بقول لك ايه، عندنا عندنا التليفون التليفون كمان كمان مقفول في لاتش سكر كده قافله. سكر. لعبتك دي بقى عمرو سهلة. ليه واقف في حتة طبعا. بس المرة اللي فاتت اللعبة كان ليها صوت، أصلا مش سامع حاجة الصوت دلوقتي. ما عمرو عندي. بقول لك يا عمرو خلينا زي زمان وفكك من الماوس. طب نايس، الماوس موجود برضه. شايف الماوس الماوس موجود على فكرة يا عمرو. والصوت؟ اه طب بالصوت. قشطة. ما اقولها هي كده بس. لا هي طب دي ما احنا شغالة قلنا المكنة اللي هناك، بس المفتاح ده عايز نشوفه. البوكس ده، البوكس طب ده ما كان ممكن هي بعد ما اشتغلت ايه اللي حصل؟ هنروح له بس دلوقتي. هنا هنا شايف الشكل الهندل ده، شايف الهندل اللي هو اللاتش ده، طب ما في فعلا شكل. اي في هنا وفي هناك وفي اللي هو على التليفون انا كمان. متهيألي ان احنا شغلنا دي اساسا هنخش المرحلة، بس احنا مش عايزين نخشها دلوقتي، عايزين نخلص البازلز اللي هي بتكون بره دي. بص يا عمرو جرب كده، جرب كده الاول انت الاوبجكت، وروح بقى جرب افتح الحاجات اللي هي ورا دي. بيك فيل طب جرب البتاع اللي جنبه دي، محتاجه هندل، شكل هندل. انت عارف يا عمرو دي بتاعت الجراموفون اللي هي بتقعد عامله زي المانيفيلا دي، فاحنا محتاجين شكل هندل فيها مش كده. طب اللاتش، اللاتش اللي تحت ده جرب كده. ماشي. فين؟ هنا؟ جرب تستخدم بتاع الشكل اللي انت واخده في التليفون. لا لا مش هنا، تليفون انا ازاي؟ كنت برضه اقول تركب البتاع ده التليفون في فوق. لاتش تحت، في لاتش قافله اللي هو اللي تحت ده. مفيش، ما اللاتش ينفعش. ده يتفتح ازاي؟ ما هو لازم اللاتش ده يتفتح بطريقة. طيب خلاص نروح نغير الشكل ده، الشكل اصلا ما واضح ان هو ملوش لازمة. طب في ألغاز تاني تعرف في الأوضة هنا؟ أو في الأوضة اللي بره؟ في أو لمبة هنا. هو أيوة انت اللي في، بره، اللي بره هتبدأ لي المرحلة اللي بره. طب وايه المشكلة؟ طب ماشي، ما طب أصلا ما في هو في ألغاز لمبة بره دي في أصلا، أوضة تانية ما عملناهاش بره. هو أصلا ممكن يكون عامل الحاجات دي هتتعمل بعدين مش دلوقتي. يعني مش سايد كويست، لا هي كويست بس بعدين يعني. ساينوسويد. انت كنت بتظبطها كده. لا ده فيها حاجة المرة دي صعبة. استنى ده بتستنى شوية مش بتتعامل معاه. لازم ايوه تشوف مع ايوه بعض، بتحلل معايا. بتحلل امبليتيود. لازم تشوف مع بعض. اوبا ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ الأوضة؟ زي دي تالت الأوضة مرة أنا عامل يكسر حيطه ويدخلنا على المرحلة مرحلة. لا ما هتوت على الغر. شوية. لا ده عايزين نوديه الآلة بتاعة التشكيل عشان كبير. ايري ارايفل اه بسم contained in the box on the table here. Accessing it will require the mastery of many tools. First set of keys will have to make yourself, but the final one is held ready for you. سلام، شكرا. ماشي، واللوحة اللي في النص دي ايه؟ ليزر كيس، استنى ما نفتح. ليزر كيس تقدر انتلين حطه في النار. ماشي، بتاع اللي في النص بقى. هو بيقول لك ان الكيل الاولاني مع هتعمل، لازم تعمله في الاخير ما جاهز. ولا ايه؟ كان قال كده في الجواب ده، انا ما قريتش حاجة.
والكي الأولاني لازم انت اللي تعمله في آخر جهاز، يعني ده تقريبا. سواء في ثلاثة. ماشي يا عم، يعني بيجز نقلو دي سوست ديولي سوست طيب نبص في الأوضة فيها حين. ايه ده؟ ميه اه ده المولد بتاع كي. ده اللي هيشكل المفتاح. اه طب استنى، معايا شوية خشب. استنى استنى، انا عايز الكي الاولاني شكله عامل ازاي. بص، بتاعات وبعدين بتاع وبعدين بتاع، ماشي، مستطيلين بس بتاع في النص ومسلم. سنون ومربع مستطيل و ماشي. خذوا بقى نروح نلاقيهم في كذا بتاع، في كذا شكل من الأشكال دي. ماشي، سنون، أيوة ايوه أيوة ومسلم. ده ماشي، انا حديد بقى، نسيح الحديد فين؟ حد اشتغل بليكس ميس قبل كده؟ مين اللي بيضحك؟ مين اللي عمال يضحك المسا؟ في حد عمال ايه انا عمر يا جماعة، سلام 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 سلام. ماشي عجو. Supersonic left. المفروض انت عم تكون اتعلمت الحاجات دي في اورلت بقى ولا ايه؟ لا ده احنا مندوس واللودنج بار بيمشي. طب احنا عايزين نحط الفحم. على الشمال ده ايه؟ ايوه درع. بيقول لك وفي حاجة على اللوحة من ورا. The metal pins should be connected to something. طب ايه اللي على اللوحة من ورا ده؟ تعالى كده نبص على اللوحة، يمكن ده تبقى المانيوال، عايزين نفتح ايديه صح خد كده؟ عشان ناخد البتاع دي. بس هو بيقول لك نفتح ايديه ازاي؟ نخلي البتاع اللي يتحرك ده يبقى فين؟ يبقى التلات مسامير دي نازلين كده كده كده، انا مش شايف كويس. طب اصلا ما هي ايه بعيدة، البتاع؟ أنا شايفها برضه. طب ايه البتاع اللي في ايه التلات اشكال اللي فوق دول؟ ولا منظر كده منظر؟ بيقول ميتال بينز. ممكن اقصد على الحاجات اللي هناك دي، مسامير دي ولا ما اعرفش ايه دول، ينفع تداس عليهم؟ لا
خشب يعني ما يكسر وخلاص. ايه كده؟ يقول لك grasping something grasping us. ايه ده؟ جناش هنا قبل كده؟ اكيد اكيد. لا لا خليها تحت، تعال نشوف في ايه ده. لا يا حاج، دي بتوزن حاجة تقريبا ولا ايه؟ لا بتوزنش حاجة. امال تطلع وتنزل ليه؟ طب طلعها فوق خالص كلها يا شايف اصلا تقريبا البتاع دي لما تتفتح تفتح لي الباب ده. ودي لما تفتح لي ده، اجيب اتنين عشان افتح ده. ابراهيم بيهرج. هو اصلا خرج من غير ما يقول اي حاجه عليه كده. نزل شويه. سلام سلام. متى الرد؟ عشت. ايه ده بقى؟ دخل المية عشان نعرف ان بلاك سميث. خش من المصور. نايس. كده خلاص. بتتفتح ده انا بقى بتاع. طيب شو بعدين؟ الهند دي تحط فين؟ عايز بص على الايد كده تاني. طب البتاع اللي كانت بتطلع الكيس وبتنزله دي، هنبص عليها كده تاني. unbox on the table. فين التيبل؟ ماشي. هو ده بوكس اصلا؟ ايرون بوكس. سيرفيس كايند اوف فيلاج. I saw something. ايه تحت؟ تحت ال بتاع؟ سيرفيس at the base of the iron box. هو ده ايرون بوكس اصلا؟ الحاجات دي لما بتبقى من غير مسميات بتبقى رخمة. نقعد نخمن بقى. كل ده عشان نولع النار لينت. بس بعدين برضه بتاع دي لازم
هو فلنت يعني ايه؟ مش حديد خشب كده بيستعملوه عشان يولعوا النار؟ اصل تحسها كده تتحط في الخرم اللي هو ملوش ملامح ده. فين؟ بس لا هناك يعني عند ال البتاع اللي حطينا فيها اسمه ايه ده، عيدان الخشب، عيدان الكندل دي يعني مش تفرق كتير. المفروض نسخن يعني، بس نسخن ايه؟ تقريبا اللي حطيناها هنا وعملنا البتاع ما كنت بقول لك نجرب هنا بس ولفيناها تروح مولعة نار. بتاع أكبر، بتاع أكبر من الخشب. عسلي طريق الى اليه حطها مع اخواتها واسف عشان حاجات يعني دي. خلاص كده. طب شوفي الشوال، شوفي الشوال. كم مع الاحتكاك تعمل نار. كمل. تعالى الشاشة بتولع دلوقتي. ايه ده؟ يعني البتاع اللي احنا لقيناه ده مش اللاتش اللي بيقول عليه؟ يعني ايه ده؟ هو اكيد الايرون بوكس ده يعني اللي هو اللي هنا ده على الشمال. ما هو مفيش ترابيزة غيره. هم مقربيني هنا ليه؟ يعني هي دي اللاتش لازم تركب في حتة صح. دايس والله العظيم في بازل هنا مش عارف عن ايه، بس بيقول لك ما يمين شمال يمين. هو ايه بتاع النص؟ انا مش شايف اصلا ايه بتاع النص دي. هو اصلا اشكالهم مختلفين شوية صح؟ هذا بي ريسيت. طيب بالشكل بقى اللي محتاجينه ايه؟ هما بيروحوا في أماكن عشوائية ولا ايه بيحصل؟ ابعد. ايوه واحد ده كمان، وادي الموف، وادي الموف، ماشي. راح على الموف ده واحدة، راح على الموف واحدة، ينفع؟ وادي الموف بقى، هذا اللغبة. شكرا. على اساس ايه؟ معرفش يعني، مع الأخضر، مع الأخضر والموف، مع الموف وخلاص. ميتال كيسينج الأشكال اللي جوه دي ما فرقتش تقريبا. جهاز حطينا كانت مثل ايه؟ ايش كيسينج. عندنا؟ اقرا. اوبا اوبا اوبا، باب ده كده واحدة بس يفتح الباب يا عايزين ثلاثة، خالي. عايزين ثلاثة، عايزين اتنين كمان يعني اصلا. الحاجات اللي هناك على اليمين خالص دي ما ينفعش تدوس عليها.
طيب ثواني، بس هو احنا المفتاح، طب احنا ما ينفعش نعمل مفتاح؟ هو الفكرة أصلا إن إحنا مجبناش مفتاح في الآخر، إحنا جبنا بتاع ده توصيل، إحنا عايزين نجيب التوصيلتين التانيين، مش مفاتيح بقى. طب دي ايه؟ ودي ايه؟ طيب انهي ركن؟ طب هي زودن ايه؟ هي زودن بيلر تقدر ورجعنا لكم تاني عفاريتنا، يا لهوي هتخضي. ما هي لعبة رعب بقى، فلازم هي الدخلة اللعبة مش تتماشى. هي اللعبة مش رعب، بس الدخلة اللي كانت رعب. اوبا، مش ده المتاح اللي جبناه من هنا؟ لا مش ما هنطلع، بعدين نحطه على الحتة اللي هناك دي. يبقى حضرتك من هنا بقى. يعني ده مش طايل اصلا. هو ده يفتح الباب ليه؟ انا هو عملت كان ايه؟ بيوزن حاجة تقريبا، وانا تقلت على ايه اصلا؟ يعني قلت على حاجة او حاجة يعني هنفعل. خد المفتاح تاني اللي هنحتاجه. لا طب لا ما كده كده ما هتحتاجش غير واحدة بس. ايوه، شايف الحاجات اللي على الارض دي تقريبا، دي بتفتح الابواب. طب انا ممكن افتح الباب اللي هو ده الاول، دي بتنزل وتطلع، والتانية اللي بتمشي. وانت ماشيها ده يفتح ايه ده بقى؟ بس يعني عايز اتقل الاتنين برضو يجي على الباب ده. طب فاحنا عايزين ما تفتحش ليه؟ ده باب فولاذي شكله مش هيتفتح اصلا دلوقتي، ده اللي فيه الهرم. عايزين نفتح الاتنين. بص، ما نفتحها واقفل عليها، وبعدين هشدد التانية وافتح. ماشي، ماشي، يلا. خلاص بقى، خلاص عرفنا بقى. بعد ما نزوم بقى وخرمش، كده خرمش. هذه أم الترابيزة اللي بنطلع عليها كل مرة، بس عشقنا البيت. ايوه صح، طب ما ينفعش هو في الأرض كده، مش عارف نتحرك على طول وخلاص. بيرضاش. ماشي، ايه هنمرمط الشوال معانا. نزله بقى، ما نزلتوش. ترى اللي جوه. خش يا عم، خش برجلك يمين. ايوه، خش بالعين الرضية المرضية. ده في بص مواسير موصلة كل حاجة. بص بس من الأوضة نفسها أساسا، عارف أنت اللي هو الدومينوس، اللعبة اللي أنت بتحرك قطعة أو هتلاقي أيا كان، أوعى بتاع تحرك حاجة صغيرة غلط، اتحركت تخرب توقع العمارة. أوعى تحرك حاجة. been played by the machine. عند السيرفر ده فرحتي عم بيها ايه يا دي؟ عم انت فاكر الطريق
الشطرنج عمل معانا ايه المرة اللي فاتت؟ عساكر انجدونا. ما تبص على الجزء اليمين كده، يعني هناخدها من البداية، هو ده اللي هيبقى في الشغل غالبا. المشوار عايزين نجيب حاجة نحطها هنا عشان يعرض الشمايل، الفلنتاية هذه اللي تشد يعني اللي تشد فين؟ on the wall، any wall. ايه ده بعمل بيها ايه؟ ده انت هتحذف حاجة من هنا؟ هتقفل ايه؟ اه عايزك اقفل الباب يعني وانا مش الشباك؟ راجل تقريبا ما بيقدرش يشيل، ده شكله مسن، فهيزق حاجة من هنا تيجي على الترابيزة دي على طول عشان تشنيرها. أو شايف المنشار اللي طالع على الحتة ده؟ عايزين طب نشيل انت الحديد ده. البتاعة دي نفسها أصلا ممكن تتحرك؟ يعني أنا شايفها على ماسورة تحت قابلة للتحرك صح؟ ولا مش تتحرك؟ تتحرك مقفولة بتاع ماسورة فيها. طب ايه ايه الحتة الذهبي اللي على الترابيزة دي؟ كان ليه حتة ذهبي كده؟ ايه ده؟ اه ده هاتش اون ذا وول، فين الهاتش اللي على الوول دي؟ فكرة مش هو ده خالص اه تقريبا. هنا، في هنا؟ اه هو ده. لا هو ده القفل يعني، بس هنا ايه اللي يعدي من هنا يعني؟ في حاجة بره ممكن اجيبها احطها هنا؟ اصل ده شباك عادي يعني، بس هو ده الهاتش اللي كان قصد عليه. ما هو برضه هتستند باك يا عم، هتستند باك، هتستند باك. لو ده قلتلك ليها طريق. هندخل الشوال، هندخل الراجل المسن مش قادر يشيل. ها شايف هنا دي؟ جه عند الشباك. بعد ايه بقى؟ اه والله احنا هو اخره كده كده. ايه ده ايه ده؟ بس ده احنا هنبوظ الكيس كده، ده احنا هنشنيره، انا لازم هنكسر الشغل انزله، اللي ما جواه. نزلتوش، نزلته اهو. لازم انزله على الترابيزه عشان اعرف عشان يعرف. لا لا، ما هو الشنيره من تحت الحاجات اللي جوه، فيه اللي جواها تقع. مش كده، ايوه، احنا عايزين نشوف حاجه جواه ايه، ما هو مش راضي ينزل الشنيور بيطلع كده كده. هو ما نزلش على فكرة، هو يعني. ده هو ينزل واحده واحده يعني، او ما نزلش. ماشي فيرفع بقى، عليه سقف، شد سكين. اوب يدفع ايه ده؟ ذهب؟ هذا البتاع اتكسر، الشنيور اتكسر. طب دي مزنوقة أصلا، هتبص مش عارف أطلعها. ايوه هتتزنب بقى، فانت حلها بقى يا عمرو. ايه ده؟ لأ خدها على طول. متزنقتش. ايه ده بتاع؟ ده كان يقبل خازوق بقى، يقولك البتاع مزنوقة، شوف لي شيب يصلح المشايب. ده ذهب. خمسمية، شوف عليه 500. ده بتاع هحطه فين؟ قابلتنا حاجة فيها دهب قبل كده؟ أكيد الأوضة دي ما خلصتش. واحنا بره كان عندنا ايه؟ اه الذهب. نشوف الدراع كده اللي بره تاني، ده في عسكري طبي هنا اهي. عايزين نحضرها. هو عامل كده ليه بالظبط؟ شفت دي كانت مشاغبة ولا ايه؟ grounded بتاعك.
اون ذا فورج. طب اخرج بره عم نخرج للفورج. سؤال في ايه اللي جنب الفرش؟ مش فاهم. Metal disk next to the small hatch on the floor. حط هنا مثلا. Metal disk next to the small hatch on the floor. أجرب ولا لا؟ looks like the metal disk would script next anything placed in that slot above. Anything إيه؟ Anything placed in that slot above it؟ أنا مش فاهم أصلا بيتكلموا على إيه. بس هي دي الفرج صح؟ تمام. وانت ينفع تحط الحاجات من بعيد كده؟ above the disk. هو فين الفلان تتحط فوق الديسك فين؟ ثواني بس، هو ده الديسك؟ the flint I found would fit in the slot above the disk. هو ايه هم ايه هو ام الديسك ده؟ ديسك ديسك فعلا يعني ولا ديسك مش ديسك؟ ما الناس سايبة يعني. ده احنا لقيناها من بعد ايه فاهم نفس فايدين الفكرة. الحب. انت كان عندك حق هتطلع شرار عشان نولع. ناحية الخشب بقى صح جدا. هذه جميلة، احنا كنا عملناها من بدري اصلا. ازاي نحط بقى ايوه نحط المفتاح نعمله من الذهب صح كده. الذهب عشان نشكله بقى. فضل لك ايه ده عمرو ما تكسفوش؟ امسك يا تيت. طب اديهوله هنا، اديهوله هنا. لا احنا عايزين نخلي ده من درجة الحرارة في اللحمة، فمش عايزينها دلوقتي ولا ايه؟ ماشي فاهم. مش قادر امسك. استغفر الله العظيم يا رب. اما فرج بتتأمر صحيح. لا فكك من الدراع ده دلوقتي. لا لا، ما هو الشغل كله هيبقى هنا. الباب اتقفل؟ لا لا، ده كان الباب الباب التاني العادي خالص. الخشب هيخلص. ما طلعش فيه بقى، ما طلعش فيه زيادة. طيب نعمل فيها عشان نخلي شكله حلو. متبار ما مش هادي يغلى. ايوه، احنا عايزين نشكله بس تشكيلة حلوة. حطه فوق هنا جرب جرب كذا مرة كده. بالحل بالهنا. بس دينجرس ده يعني استنى لما تبرد وبعدين احط البتاع وبعدين اهوي تاني. هو بيقول لي دينجرس لوت لا مش عارف هو خايف ليه يعني. dangerously hot. وبعدين يعني طب استنى نشوف بقى التيب التالتة ايه. safest way to get the metal into the forge would be to place it in the طب ما انا عايز tray. احطها مش فاضي اخد. لا هو اكيد، بس احنا ده غلط. ايوه هي دي الزاوية المظبوطة؟ غالبا. فركز بقى يعني، ركز عليها كده و تحطها في نص الدايرة بالظبط كده، أو بتاع الشكل الغريب ده. يا لهوي. حط يا عم، حط 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 حط
هما خايف من ايه مين؟ يعني طلع لنا ثانية؟ نتائج عادية، طلع لنا نسأل ونتائج. والله ده بس يكون مفتاحها غلط، احنا نسيح مفتاح كذا مرة. ده المفتاح ما هو الصح. على وضعه كده، على حطة إيد. لا ده كان المفتاح الأول، ده اللي تحت. لا ده ما استعملهوش. ولا أكيد كرييتد. يا لهوي، احنا كنا بنعمل أنهي مفتاح يا عمرو؟ هو ده صح؟ اه الأول، ده مظبوط. كلام مفتاح. لا معايا معايا كده بقى. لا مؤاخذة، يا جدع طب ده اكيد بيفتح حاجة، بيفتح الجزء الشمال، فتح البتاع اللي تحت دي كونكت ماشي. كونكتور. انا ما شفت الشكل ده فين قبل كده. خش على البتاع اللي على اليمين يا عم. لا لا، خش على البتاع اللي على اليمين، السوستم، طلع لهم السوستم. أولد أولد ميتال بوك. على رأي يا عم زكريا، يطلع بقى البتاع اللي فوق دي. لا لا، السوستم. ايوه، فين؟ دي ايوه دي. لا 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 لا، اللي بتاع اللي في النص على اليمين دي. ايوه دي. ما في ايه بقى؟ لا، السوستة بتاع اللي انت لسه واخدها دي، ما ينفعش. لا اللي قبليها بقى، اللي قبليها صح، مش نفس الشكل. لا لا ده كونكتور، يبقى الكهرباء للواحة دي. لا بس انا حاسس انها نفس الشكل السيستم. مش فاهم استاذ ايه. يعني الشكلين اللي على اليمين دول اللي انت بتتحرك فيهم دول، هو نفس الشكل. بص، نفس الابعاد، نفس كل حاجه، نفس الشكل. هنا يعني في الحتة دي احطهم بقى فوق عليها من فوق مثلا، ما اعرفش، احطها عليها من فوق كده عشان نشد الاثنين. يا ابن الذين. أصل نفس الشكل. ايوه مش بتشوفها. ها كان يكلم بس. ايه دي مين؟ ايه ده؟ معناش بوكس هنا؟ عايزين حط لهم ميكانيكال ديسك يا عم، السد خانة وخلاص. ايه ده؟ اللعبة دي سهلة. ايه؟ انت عايز تجيب الزايد عند الزايد والبتاع عند البتاع. بس نزل دي، تاخد دي شمال. لا لا، ليه؟ والله ماشي. برضه همشي البازل ده عشان كده قرف. ارفع دي كده، بس نايس نايس. ايوه الكونكتور التاني. ميتال كاستنج، خدت جوه ليه؟ نايس، اطلع يا ابني، طلع لنا اللمبة. افتح الباب تسكيب المصفح للحاجات دي، تسكيب للحاجات دي، نتفرج على الميكانيك. هو نسكيبها. مفتحليش حاجة؟ هو غالبا الباب اللي ورا ده اللي هيفتح اللي ورا. طب دي شكلها لفت ايه بقى جوه؟ ده في لسه جزء جوه. الجزء اللي ورانا ما ربناهوش حتة الطابية. طب هي دي لفة العصاية دي ايه لازمتها لتحت؟ لا طب بص فوق، يمكن دي اصلا لفت حاجة فوق. ايوه الناحية التانية، اهو الناحية التانية لفت التالي هناك. طيب انا كده I think this could work here بس but something something is not else. right. ايه
طب يلا يلا نشوف الهند. المفروض كنا نلعب اللعبة دي من غير هنتات، بس كنا بصراحة الموضوع هيبوخ أوي. قول كتير. انت. شوف انت خلاص. I should take a closer look at the disc I recovered from the iron box. طب والله دي لعبة لا لعبة متخلصة. متخلفة، لا لعبة متخلفة. اديله عمر الديسك يا عم. ايه الهبل ده؟ ادينا بتاع سليم، تعبنا عشان نريح. ده هيفرم الطبي. هيحررها. لا لا حر لسه ولا عم. لسه مش عارف. قريت يا عم، اوعدنا عايزين ننزل البتاع ده على دماغ امه ولا ايه؟ لا مفروض ايوه. ايه الشكل ده؟ ايه ده؟ ده الميكانيكال مش عارف ايه كده، كونكتور هولود ميتال بلوك. لا مش هيبقى هنا خالص. في حاجة محتاجين نركبها كده. تقريبا في البوكس كوتش حاجة كده تقريبا. نبقى نرجع تاني، خلينا بس الأول في زيت التين ده. هنا مفيش حاجة اهو. طب زوم بس كده تاني، خليك ورا أمه يعني. بص كده على الحتة الشمال، عايزين نطلع او ننزل دي. مفيش أي كليك أو أي حاجة. Did I see دي something on the دايسة. floor near the gear track in the woodworking area؟ a belt. اربطهم ببعض يا عمرو. احنا بنلعب بالهنتات. اللعبة مش واضحة بصراحة أوي برضه. لا بس لا واضح، احنا اللي مش واضحين. انا طب باخد الطبيعة ليه خدت سلوت بقى؟ ما ليه ما دافش، ما لكش معاك من الطبيعة اتنين؟ ايه الشغل الضيق ده؟ وانا كل ده عشان افك الطبيعة. طب وانا محتاج الطبيعة في ايه؟ اخرج بقى بره كده نشوف. هنحطها في الدراع؟ لا هنحطها هنا. ما انا بقول لك هو اصلا في بتاع اللي هو الكونكتور، مش كونكتور، الميتال مش عارف ايه كده ده. حط مية مية. رجع ايه تاني كده. طلعها فوق. وقف لي. طيب هذا عظيم أوي. استنى، ده احنا شكلنا اغضبنا اغضبناهم. المراية كان هركز ضوء على البتاع ده عشان يفنجره. هنعكس هنا وهنا وهنا وهنا. طب هيضرب فين في الاخر؟ يا لهوي، ده فيها الغيظ. شكل. ايه هو الشكل المرغوب فيه؟ عايزين اللي يوصل يبقى شكله ماشي. دي كده عايزين التانية بقى. اللي قبلها، ما اللي قبلها نعرفها من دي ولا ايه؟ مش الدايرة. الدايرة تبقى تحت والمستطيل على الشمال. ما انا قصدي هنعرفها من دي ولا ايه؟ يعني انا رسم دي، ما احنا لازم نلف دي على الشمال دي عشان الخيال يتظبط. انا قصدي يعني الشكل ده ما كانش موجود على المراية دي واحنا بنبص دلوقتي. فاهم قصدك ايه؟ النور مفيش بدأ كده هنا، خالص. النور بدأ هنا، فعايزين على ما نوصل على الشكل ينطبق على المراية اللي هي دي. دي مش بتلف، الاتنين اللي على الشمال بس هما اللي بيلفوا. يعني لو جيت هنا وخليت بس كده.
شكرا. اتفضل. كل ده عشان يفتح لي مكان. دير المفتاح عامل اللي معانا في اول سلوت ده لا، ما احنا لازم يا نسيح. زميلي. ماشي، الشكل صح. شوكة، شوكة طويلة دايرة وبتاعتي. انا ما خدتش بالي قوي، بس تعالى كده نبص. ماشي، تعالى نبدأ نشكله دلوقتي. شوكة دي طويلة، ما هي دي هو طويلة غالبا اصلا. مش غيرها. ماشي، اه لا، الشبكة طويلة. ايه وبتاعتين. ايوه. ايوه كانت دي. دي؟ لا مش فاكر، انا ما ركزت. ده دايرة وبتاعتين، الدايرة دي نجيبها منين؟ دايرة. لا هي مش دايرة، مش دايرة. هو دايرة ونحط فيها المفتاح فوق، نسيح ولا صحيح؟ هو عموما احنا سايبينه على الشكل الصح كده. اهو في حتة تحت اهي. نايس. عايزين بقى نجيب حاجة نسيحها دلوقتي. ايه ده؟ انا نفسي مرتاح ايه ده؟ نسيح، عايز نسيح حاجات جديدة ليه؟ ايه يعني نسيح يا ريس؟ مع نفس ال ايه؟ نفس الداهم حاجة جديدة. مفتاح كبير قوي. ده شكل بني آدم نازل بدماغه. اوه فعلا الاشكال. الواحد كان بيرسمها وهو في تانية ابتدائي. لوهلة كده افتكرته مش شغال. بتاع بيفتح. استنى جالك على طول لحد ما يخلص الشو. ايه ده؟ ده في بتاع. استنى جالك. ايه فين السمفت؟ ايه السمفتين؟ ده من الدشمالة كانت معنية خالص. شغالة؟ شغالة ولا ايه؟ ماشي. هو صحيح بيقف؟ الستيم بيقف؟ اه، نظبطهم على أشكالهم. ايه ده؟ اذا كان دي جنب دي، عايزين البنفسجي مع البنفسجي والأخضر مع الأخضر. إيه يا عم ده؟ إيه الجرس ده؟ فاهم يعني دلوقتي؟ أيوة، لف الموف دي بقى، لفها، خليها فوق، فوق شمال. اه، ما احنا فضل قعدنا ادخلها في نقول البوكس كده. وكده تخش في البوكس بقى. مثلا هي اه صح. هتتصعب، نخش على الخضرة. نصف البرتقالي ماشي. هو كده كده اللف من الناحية التانية. لازم نميمورايز. هي كانت فين الصفر؟ فوق شمال؟ فوتو ميلون. ايوه لفوا زي ما هو بقى كده. لا بالعكس. ايوه لا لف لفه كمان. عايزين نشوف بتاع البطاني فين. ايوه لف.
ايوه كمل لف كده. لا 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 يا عمرو، ايوه هاتوا بس ناحيتنا كده، هاتوا ناحيتنا، هاتوا اللي ده صح. بس صح كده. يا قفشت ولا ايه؟ سينما جيم. طب استنى دي سهلة، طب تعال نعمل الخضرة اهو، هي مالها واقفة في النص دي كده؟ سهلة خالص، ده في النص. احنا المفروض نسيبه بزاوية. مش سهلة خالص. ولا استنى السفرة مظبوطة اهي، ماشي. وفعلا لازم نسيبه بزاوية، مش شرط يبقى الوش كله عين. جت يا عمي، خلاص خلاص بعد ما أجيم مكبينة أظن مفتاح يا ماشي. سلام، تعبان سهم ماشي، تعبان سهم اخر حاجة ايه؟ ما هي دي موجودة بقى. لا لا لا، هو داير، تعبان سهم، مش هما 3 اشكال وبعد كده الرابع بقى ماشي الشكل بتاع ما هو الحاجة. السهم اللي هو ثابت يعني، الحتة بتاعت في كل على بعضه سهم. ماشي تعبان، يلا سهم. وانا جبت المفتاح ده منين؟ سبيكة يا عم اللي كانت في الشنطة اللي شرحناها. هو احنا كان معانا كام مفتاح؟ مش هو واحد بس؟ أيوة السبيكة والمفتاح؟ السبيكة واحدة. لا هي السبيكة حولناها مفتاح أول مرة، خلاص حطينا السبيكة يعني وبعدين شكلناها. ماشي، اديتنا مفتاح وبعد كده جبنا مفتاح تاني نفس المفتاح، نفس حاولنا. المفتاح سيحناه، حطيناه هنا سيحناه زي ما عملنا دلوقتي كده. الهرم فين اصلا؟ ده لسه الباب اللي ورا ده، لما تشوف اخرته اخرته معاه ايه، خش بالعين. خش بالعنايه الرياضيه. ما بحبش الاماكن الضيقه دي بقى، عندي فوبيا. عايزين نشك، نحط كل ال مع بعض فوق. طيب أغير عيني ترس. ماشي، طب ما سهل، ده مش لا ما هنعرف هو نجيبها بقى. هتحرك الحاجات التانية. سلاوي. طب ماشي، كده 3 سهل. انت قدها، انت قدها بس متهيألي جت في الصوت عشان احنا ملخبطناش كتير. ممكن. احكي ايه بقى؟ هي دي الدراعات؟ تصدق انا نسيت الدراع. وايه ده، احنا المفروض نحط ايه هنا؟ ايوه بص اللي ورا، ده اللي ورا دي ايه ده بتاعي؟ اللي ورا كهرباء. بلاستيك. ده المصفح بقى اهو، هيفتح هنا. أوضة جديدة. ده جديد، ده احنا لسه في دراع ما فتناهوش، ما حللناهوش، بس اكيد هنرجع له يعني. طب الصندوق ده كده خلص؟ طب والدراع؟ لا ما احنا لسه كده نرجع، والدراع احنا شكله في الموضوع اصلا نسيت. كله. وايه ده؟ الخشب.
ده هو ده الخشب اللي احنا خشب ايه؟ انا نسيت. هنديناه ده اتكسر انا صلحه. الحمد لله اتبشبلت. يا عم هاتها يا عم استعمل استعمال طب والتانية دي ايه؟ يا بيت. طب هي المكنة دي بتعمل ايه؟ تفرد الصفيحة افتح الادراج اللي مقفولة دي يا عم كده بتاع الشمال دي. الادراج دي ما تفتحش. مفيش ندور على هم لجوه. يعني. متهيألي الخشبة دي هنحطها في الدراع، طب مفيش تعالى حاجة افتكر تانية. المرة دي والله افتكرتها حد. لا ما تقولش ابدا دي كانت طالعه كده راجعه لورا بترجع. وجرب حط كده. جول. شوف الهنت يا عمر. There is there must be مفيد more قوي if this is piece مفيد of wood قوي. a place like this. بص لا مش تفتكر هناخد البيس اوف وود دي ونروح نكرافتها عند المنشار؟ بس انا شفت وود وركينج اهو الأوضة اللي هناك دي وود وركينج. منشار هنحطها على البتاعة دي تدينا رسم نفس رسمة ال بس نزلت لما حطيت شغل زق بتاعها وشغل كسرها. بصراحة. عمره ما كده كده في خشب كتير. احنا كنا عايزين نصغرها بس. ماشي دي مكسور ماشي صغرنا. روح بقى حطها في الدراع كده. لا بس احنا مش عايزينها للدراع. لا غالبا هنعملها عندك. جرب يعني. شو اللي يمشي ليه؟ خشب كده ايه؟ جرب كده نعملها عندنا ولا حاجة. مش عارف ازاي بس يعني هنشوف. ولا ايوه هيسيبني البتاع اللي اشتغلت على الطبيعات الأوضة نفس الأوضة. اشتغلت ايه على الطابية ده؟ ده احنا كنا مفتحيش وما اعرفش تطلعها. يا لهوي وايه ده؟ بنعمل ايه؟ شكلها؟ ماشي يا سلام يا سلام. هندل هندل يعني سيزار هندلة عندنا جنبنا. ايوه كده هي دي الهندل اللي مصروف عليها لسه في كرتونتها. رقم شمال سر البروتوتايب. فكره
ممتاز. انت فاكر الشكل؟ لا ارجع بقى، قلت لك الشكل ده مش مريحني كده، بتاع بتنور لو طلع الدراع ده اخر حاجة خالص في الاوضة، البيت اللي استني. والله، حاجة هبلة جدا. طيب هرم مثلث ماشي، هرم خلاص مربع مربع حرف الفي، ماشي، اي مثلث حاجة مربع حرف سمي الفي، اي حاجة بس افتكر. مثلث مربع حرف الفي، بس اصلا بتاع عليها مزغلله جدا. ما هي مثلث مثلث مربع اللي تحتيه على طول، ايوه حرف ال، يا سلام. بس يا فرج الله، خدها عبر وديها بقى، تصلح لنا والمصالح. دخلها جوه، عايزين زي الشكل ده بقى. ما دخلها. لا انزل ما تحت لازم ايه، يا ده فتح سلام. مظبوط من اول مرة طبعا، مع لفة واحدة. استرنج كي يا ساتر، هتلاقيه في البوكس بقى الاسترنج كي ده. وانا في حاجة ناقصة كده. لا بس مش ده، في حاجة في الجنب تقريبا، حاجة في الجنب. احنا لسه، احنا لسه it almost feels like something not right. yeah هو في الجنب تقريبا، في الجنب عب. يعني اطلع ال، هو ماشي ده راكب ازاي هناك الناس؟ مش عارف، هو ده اصلا ده سترينج كي، هو فين الكي في الموضوع؟ علينا. ده الحتة اللي بتخش، مش دي الحتة اللي فوق دي هي اللي بتخش. هما جايبينه من المقلوب. ماشي. طب وبعدين ايه ده، ايه ده الباب ده فتح ولا ايه؟ حاجة فتحت؟ لا يا اصلا لما دي دخلت اللي حصل يا لهوي. طب هو بعدين أربع فتحات تحت. نقعد نشكله بقى على ماشي، كل زاوية. ده بتاع كده. ايه تعمل ازاي؟ لفوق او لتحت يعني، انا بس هي دي ازاي اصلا تتعمل؟ هي دي معرفش هتصير فاهم الرسمة أوي بصراحة. ولا لا؟ خليه تحت كده وجرب. لا لا، نزلها كمان تحت شوية. أيوة ساعة تفرق فيه، بس تعالى يعني نجرب. لا آدم، آدم، An odd cylinder protruding from the cube at the top of the... فين السلندر؟ ازاي؟ انت بعمل
عشان برضه هنستخدم الكي ده ازاي. انا زائد دي هنا مش عارف. لف خلاص يا عم، مش مهم ده يعني، مش مهم. بس هو المشكلة في الخازوق الأخير ده. يا حرام، إيه ده؟ ده مفيش خازوق أخير. مفيش حاجة تانية. أنا على ما اختفى. عيب يا خدناه عم. خلاص، خدناه. ما شكله اختفى وقع على السيفون. كود فجابوه خلاص. جيف، كود جيف. Please use your master the sensor تمام. machinery with a force. With a plum. Let the splinters in your thing be a reminder of how you feel. ما عدا الرانك دي ولا ايه؟ الواد أليكس بيتكلم. نركب المثلث الهرم وبعدين نشوف. طب البازل اللي كانت بره هنا دي عارف نعمل فيها حاجة بقى؟ وبعدين ايه المفتاح ده؟ ده ضل كم مشكله. طيب اللي هو الجراموفون. راح اركب الهرم. تعالى كده نشوف اللي هيحصل لما الهرم يتركب. احلينا الباب الاخير. الباب الاخير اللي هو فين والله اصلا؟ بص، انا قلبي حاسس ان هو هيقوم يخزوقنا في حاجة. اصل كده اللعبة قربت عشان تخلص من كان احنا الاخر. كده متعودين، فهيطلع لنا حاجة غريبة. بالظبط، ممكن في البتاع الاخير بقى يعني. ده لسه فاضل اتنين. ولسه اصلا انا نسيت ان في شكل جوه كمان لا يعني. متهيألي ده معقول، ده لسه في خمسة كمان. وين مش كل اللعب بلايرز اوف فيه. اللعبة دي طويلة، لأن احنا تقريبا ايه، هنقول البلاي تايم 5 ساعات مثلا أو 6 ساعات. طولة يعني، اللعبة هتبقى صغيرة أوي كده. ايه ده؟ كتابة. هو فاكر لما كان بيقول لك سبيشال بوك؟ حط كتاب. أيوة بحطه كده. بس هو كان فين؟ كان هنا في أوضة، في أوضة من الأوض دي. الأوضة دي اللي هي منورة دي. ايوه على شمالك. لا لا اشمال، فوق فوق، ما فوق مش فوق؟ فاكر انه فوق. لا يا تحت باشا تحت تحت. شمال، على شمالك على طول. ده اللي فوق ده اللي. ده على كده ده بقى ممكن نستعمله في أوضة تانية. لا لا، ده ايه اللي ده؟ مقفول خالص ده. لو انا عملت ده على شكل قرش وديته الماجي. بس هو ما كانش فيه شكل قرش. والله بس لا، كانش فيه، كان شكل هرمين فوق بعض ممكن ده اللي يدينا القرش. شوف كده، اوبا أسانسير. سيكريت. طب نطلع دلوقتي ولا ايه؟ اطلع. ممكن اصلا ما يبقاش شغال. احنا نطلع فوق مش تحت. اطلع اطلع اطلع، مش مشكلة. يا عم ده تعدي ايه؟ فاكر الواد الألماني كان بيلعب معاك زمان ما جاتش تمام؟ سول ويبل حسن. طبعا ده من اصدقاء الطفولة، ربنا سوا طب حقيقي فعلا والله، ربنا سوا. اللي هو انت بتتكلم، عرفته مثلا في اعدادي، سيبنا بعض في كلية. هو اللي حصل عشان جرينا؟ اعدادي ايه؟ لا ده انا عارفه كمان، ممكن من ممكن نقول اعدادي، اولى اعدادي. لا هو كان جه يلعب دوتا 2، وانا طبعا الجهاز ما كانش يسمح. وعلى بال ما انا جيت العب دوتا 2 كان هو بقى خلاص بطل مكويت 2014 مثلا او 2015 حاجه كده. طب يقول لك يا محمودي ايه حاجه كده كان بيشتم. لا 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 لا، ما كانش بيست محمود ديسكا او حاجه كده. فاكر لا دي بس، لا ما كانش بيستم. هو انت؟ عموما الناس لا الناس اللي شتام انا هزار، مش انت اللي معلمه لا الشتام لا ده.
ما انا فاهم، بس انا ما كنت لسه هكلمك في النقطه دي. الناس اللي انا عرفتها اصلا على النت كلهم بيقولوا الحاجات دي، امك شرموك انت فاهم الحاجات دي. بس مش مني يعني، بس انا عامل من العاب اللي انا بشجعهم يقولوها. طب ده شكلها هنفتح بتاع جديد، احنا ممكن نقف هنا بقى، دي أوضة جديدة أصلا، بس أوضة طلعناها بالأسانسير. لا، يبقى نقف 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 عشان ايه؟ ما نتسحولش، ونبقى على الاقل فاكرين احنا وقفنا فين. وقفنا عند الكتاب في الدور اشتغل على دي الاخير. بسرعة كده، يقولوا لي الشرف ده ورز برنتس ناوي مش عارف ايه بلوت يو سيمبلي to bear mute witness to my achievements I have a role to play ما مش عارف ايه لما مش ما مش اي لازمة هو نجيبك اصلا انت الحروف اللي هو اسمها ايه؟ لان عندنا بيبقى اسمها رقعة، عندهم اسمها ايه؟ ليها اسم؟ ليها اسم كده بس نسيتها كرسف باين ايه؟ كرسف كرسف لا مش عارف، مش يوزر. يقول لك this space حول الكلام عادي خالص، بني ادمين بشر.